دمرت القوات الجوية 10 سيارات دفع رباعية كانت محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وذلك أثناء عملية استطلاع بالمنطقة الحدودية الغربية. يأتي ذلك مع استمرار القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامها لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. توافد العشرات من محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على ضريحه في كوبري القبة لإحياء ذكرى رحيله 47، وهجم الحضور مذكرات عمرو موسى التي حملت عنوان كتابية لما تضمنته من هجوم على عبد الناصر، فيما أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى. كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الفريق مهاب مميش بمناسبة اليوم البحري العالمي كأفضل شخصية في مجال النقل، وأكد مميش خلال الاحتفال